السلام عليكم ورحمه الله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من اله، الذي لا اله الا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع انواع العباده، ولذا قضى الا نعبد الا اياه، ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان الله هو العلي الكبير. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الذي لا ضد له، وهو الصمد الذي لا منازع له، وهو الغني الذي لا حاجه له، وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، وهو جبار السماوات والارض فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وامره. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ادى الرساله وبلغ الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمه، وعرض الله جل وعلا عليه الدنيا باسرها فاعرض عنها زاهدا، وعرضت عليه الدنيا فاعرض زاهدا، يبغي من الاخرى المكان الارفع، ما جر اثواب الحرير ولا مشى بالتاء من فوق الجبين مرصعا، وهو الذي البس الدنيا السعاده حله فضفاضه لبس القميص مرصعا، وهو الذي لو شاء نالت كفه كل الذي فوق البسيطه اجمعا. يا مصطفى يا مصطفى، ولأنت ساكن نهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني أحق لنصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيرك أقتدي، لك معجزات باهرات جنة وأجلها القرآن خير مؤيدي، ما حرفت أو غيرت كلماته، شلت يد الجاني وشاء المعتدي، وأنا المحب ومهجتي لا تنتني عن وجدها وغرامها بمحمد، قد رامني فيه الكفور ولو درى نعم الإيمان به لكان مساعدي. يا رب صل على الحبيب، يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غد. أما بعد، فأيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، نبر الله وجوهكم وزكى الله نفوسكم وشرح الله صدوركم وثبت الله خطاكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، وعفى الله عني وعنكم وغفر الله لنا ولكم انه ولي ذلك مولاه. وشكر الله لاخي وحبيبي في رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ بدوي جزاه الله خيرا لهذه الدعوه المباركه حتى نلتقي بهذه الوجوه المشرقة بفيض الإيمان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم مع رسولنا في الجنة. ودائما كعادتي أبدأ من حيث انتهى إخواننا الذين سبقونا بالحديث، ولذا فإني سوف ألتقط الخيط من أخي وحبيب الشيخ عمر لأكمل الحديث الذي بناه وبدأه مع حضراتكم. وسوف يكون لقاؤنا عن هذه الكلمة الموجزة التي دار حولها والتي علق عليها أستاذنا الشيخ بدوي، ألا وهي: إن الإسلام كل لا يتجزأ. ويشهد الله أني كنت قد أعددت موضوعا آخر، ولكن إن كان هذا هو قدر الله فأسأل الله أن يجري رزقكم على لساني وافرا. الإسلام أيها الأحباب كل لا يتجزأ، ما أحلى هذه العبارة
وما أجدر أن يتوقف المسلمون عند أركانها ومبادئها ومعانيها. لذا فإني سوف أركز الحديث تركيزا حتى لا ينسي كلامي بعضه بعضا. أولا، فلتعلموا جميعا أيها الأحباب أن هذا الإسلام بهذه الكسية أو بهذا المعنى كل لا يتجزأ، الإسلام من خلال هذا المنطلق يحارب. الإسلام من خلال المنطلق أنه كل لا يتجزأ يحارب حربا لا هوادة فيها. أعداء الإسلام لا ينامون ويخططون للإسلام ليل نهار. أعداء الإسلام يريدون للمسلمين أن يصلوا، ولا يمنعون المسلمين من حج بيت الله الحرام، ولا يمنعون المسلمين من الصيام، ولا يقفون عثرة في طريق المسلمين من دفع الزكاة، كلا، ولكنهم يشجعون ذلك، بل ربما يكونون كرماء فيفتحون في إذاعة القرآن الكريم برنامجا خاصا لترتيل القرآن ليل نهار، وهذا كله لا يحرك لأعداء ديننا ساكنا. إذن لا يتحرك أعداء الدين إلا من هذا المنطلق، الإسلام كلا لا يتجزأ. تعلموا أيها الأحباب أن أعداء الدين لا يعلمون علما يقين أن هذا الإسلام هو الخطأ الناس أمام الشرق الملحد والغرب الكافر، ويعلمون أن هذا الإسلام هو المارد العملاق الذي إن هب من مرقده لأباد مدنية الشرق الملحدة وحضارة الغرب الكافرة. من أجل ذلك لم يتران الشرق الملحد أو الغرب الكافر، ولم يستحي هذا وذاك على أن يتفقا ويتحدا على الرغم من اختلاف أيديولوجياتهم وعلى الرغم من اختلاف سياستهم، إلا أنه لا ضرر أن يتفق الشرق الملحد والغرب الكافر على ضرب هذا الإسلام. من أجل ذلك فإنهم لا ينامون، ولكنهم وصلوا في نهاية الأمر إلى حقيقة خطيرة. أتدرون ما هي؟ سجل هذه الحقيقة هذا القائد المهزوم لواية التاسع حينما أخره المسلمون في مدينة المنصورة. هذا لواية التاسع يسجل هذه الحقيقة في وثائقه السرية ويقول، انتبهوا جيدا الى هذا الكلام، قال الولد: انه لا سبيل بعد اليوم الى غزو المسلمين عن طريق الحرب او القوه. خلي بالك عشان نعرف المدبرات والمخططات. قال انه لا سبيل بعد اليوم لغزو المسلمين عن طريق الحرب او القوه، ولا بد من البحث عن سبيل واسلوب جديد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أقول أيها الأحباب، سجل لويس التاسع هذه الحقيقة في وثائقه السرية فقال: إنه لا سبيل بعد اليوم لغزو المسلمين عن طريق الحرب أو القوة، ولا بد من البحث عن أسلوب وعن سبيل جديد. فخلي بالك، فما هي الخطوات واللبنات التي وضعها واتفق عليها الشرق الملحد والغرب الكافر على تحصين هذا الإسلام في قلوب المسلمين وفي بيوت المسلمين؟ أولا، الشباب بصفة خاصة ينتبهوا إلى هذا الكلام. أولا، دعوا أعداء ديننا في أول الأمر إلى حرية الفكر، وقالوا بأن هذا هو الباب الذي سيفتح الطريق على مصراعيه إلى النظريات المضللة والأفكار الهدامة. فنادوا أول ما نادوا أعداء ديننا إلى تطهير الأزهر، وإن شئتم تقولوا إلى تدمير الأزهر. قالوا بأن الإسلام دين جامد، دين لا حرية فيه ولا تطور فيه ولا رقي فيه، انما هو دين قد نزل الى الاعراب والبدو والى العرب في ارض الجزيره، وطالما ان مهمته قد انتهت فلم يعد لهذا الاسلام وجود، ولا بد ان لا يكون له وجود. فلا بد اذا من الانفتاح
من الانفتاح على الشرق او على الغرب، دعا الى تطوير الفكر، ونجح في ذلك اعداء ديننا نجاحا باهرا، وجاء النجاح من هؤلاء اصحاب الولاء واصحاب المحبه للشرق والغرب الذين دعاهم الاستعمار ليحشوا الى كعبتهم والى قبلتهم في الشرق الملحد او الغرب الكافر. وعاد هؤلاء الذين نسخهم الاستعمار نسخا وزينهم الاستعمار تزيينا ووضعهم الاستعمار نطعا، عاد هؤلاء وعادوا ليغلغلوا في عقول وقلوب الشباب تلك المعاني السامه. مثلا هذا الذي يسمى بعميد الادب العربي، وانا اسميه بواجد الادب العربي، الذي ذهب الى فرنسا ثم عاد ليحارب الاسلام بمنتهى البلاحه، طه حسين محرر الدين مثل السيد الذي دمر الدين للاجيال التي تلت، الذي دعا اول ما دعا الى الاختلاط السافر بين الجنسين، الرجل الصعيد رفاعة الطهور الذي ذهب الى باريس بإيماء وباستدعاء من أعداء هذا الإسلام، لأن الخطر الماثل أن يحارب الإسلام على أيدي أبنائه من المسلمين. قلة الخطورة، تنتبهوا معي يا شباب، لأن تاريخكم محرر، ولا بد أن تعرفوا الحقيقة وتعلموا التاريخ جيدا من نبعه الصافي من أولئك العلماء المخلصين والدعاة الصادقين. هذا الذي ذهب إلى هناك وزينه الإسلامون تزيينا ونفخه نفخا، وعاد ابن الصعيد، وانتم تعلمون ان ابناء الصعيد تجري الغيره في عروقهم وتجري الشهامه والرجوله في قلوبهم، ولكن هذا قد دمر كل هذه المبادئ. فعاد رفاعة الطهطاوي ليكتب في كتابه الاسود تخليص الابريز في تلخيص تاريخ، عاد ليقول بالحرف الواحد يا شباب، قال بالحرف الواحد، استمع، ابن الصعيد يقول ذلك، يقول: إن الرص على الطريقة الأوروبية، وطبعا أنتم تعلمون كيفية الرص على الطريقة الأوروبية، فإن التلفزيون والحمد لله فإن أبي الشياطين الذي يسمى بالتلفزيون قد علم الصغير قبل الكبير ما هو الرص على الطريقة الأوروبية. يقول ابن الصعيد: إن الرص على الطريقة الأوروبية ليس داعيا من دواعي الفساد، وإن الاختلاط بين الجنسين ليس داعيا من دواعي الفسق والانحلال. هذا ابن الصعيد، وعاد ليزينه إعلامنا تزيينا، وعاد هؤلاء ليزينهم إعلامنا العنيف تزيينا، وغيره كأولاد الحارات والبارات، كأولاد الحارات والبارات. نجد محفوظ، هذا الذي غضب الكثير حينما تكلمنا عليه، وقال: من انتم لتتكلموا على هؤلاء العمالقه؟ من انتم؟ قلنا لهم: نحن والحمد لله مسلمون موحدون، وهؤلاء والحمد لله يأبى الله، كما قال استاذنا الامام ابن القيم عليه رحمه الله، هؤلاء يأبى الله جل وعلا الا ان يظهر النفاق على صفحات وجوههم وفي زلات اقلامهم. لا يمكن ان يتفق النفاق والايمان في قلب واحد، اما ايمان او نفاق، ولا ايمان ولا نفاق في قلب واحد. وغير هؤلاء ممن زينهم الاستعمار ورفع شانهم، فصفقت لهم الجماهير المخدوعه، الجماهير المضلله، وعاد هؤلاء ليبلغنوا في عقول الشباب بخاصه وفي عقول المسلمين بعامه ان الفكر الاوروبي فوض شامخ ولا سبيل الى نهضه المسلمين ولا الى رقيهم ولا الى حضارتهم الا اذا ضيع المسلمون اسلامهم وعادوا ليعتنقوا هذا الفكر الاوروبي. نجحوا اولا في تحرير الفكر، ثانيا نادوا بعد ذلك الى القشة التي قسمت ظهر البعير، اتدرون ما هي؟ نادوا الى تحرير المرأة، ونجح اعداء ديننا في ذلك نجاحا باهرا، حتى اخذت المرأة المسلمة لا حول ولا قوة الا بالله من خدر حرائها المهيب ومن خدر حرائها المطول الجميل الكريم، حتى نجحوا في ان تخرج المرأة المسلمة سافرة متغرجة عارية تتحدى الله جل وعلا وتفوز
بلسان الحاجر المقال: يا رب غير صرعك وبدل دينك، فان دينك لم يعد يستجب مع حضاره القرن العشرين. هذا لسان حامل المقام لنساء المسلمين عز على اعداء ديننا عليهم نعمات الله المتواليه، عز عليهم ان تدوم المراه المسلمه على امتها في هذا الزمان وفي هذا المكان، عز عليهم ان تدوم على امتها بعمر كعمر بن الخطاب او بخالد كخالد بن الوليد او بعمر كعمر بن عبد العزيز او بصلاح كصلاح الدين، وهي التي ظلت اي المراه المسلمه طيله القرون الماضيه تعز المهد بيمينها وتزلزل عروس الكفر بشمالها، ولكنهم نجحوا في ان تخرج المسلمه هكذا كما ترون ايها الشباب، سافره مضطرره عاريه، نجحوا في ان يغلغلوا في عقلها ان الاسلام دين شمس، ولا بد من محاكاه الشرق الملحد والغرب الكافر، لا بد من التطور، لا بد من المدنيه، لا بد من التحرر، ونجح اعداء ديننا في ذلك نجاحا باهرا، وكاد زمام زمامهم ان يدمر الاخضر واليابس يوم ان راوا صحوتكم المسلمه الراشده ايها الشباب. هذه الصحوه التي عزت الشرق الملحد والغرب الكافر فلم يهدا لهم بعد، بل ولم يجر لهم قرار الا ان نجحوا في ان يضربوا هذه الصحوه من بين صفوفها، وهذا هو ما نحذر منه، وهذا هو ما ندعو اليه، وهذا هو ما استمعتم اليه الفرقة، لان اعداء ديننا لم ينجحوا ولم ينجحوا الا ان استطاعوا ان يضربوا صفوف المسلمين من بين الصفوف ومن وسط الصفوف، بل عن طريق المسلمين الذين ينتسبون زورا وظلما الى هذا الاسلام العظيم. ثانيا، نحن نضع الخطوات العملية لكي يكون الاسلام كلا لا يتجزأ. ثانيا، لا بد اولا ان نفهم هذه الحقيقة فهما جيدا، ان كثيرا من المسلمين ينتسب الى الاسلام بشهادات الميلاد والبطاقات العائلية والشخصية، والا فبالله عليكم دلوني ما معنى ان يكون المسلم مسلما وهو يغش الميزان؟ سبحان الله العظيم، النهاردة كيلو جرام في كم جرام؟ في كم يا اخوانا؟ 1000 جرام. سبحان الله، بأبرة قادر ان 1000 جرام بين المسلمين النهاردة اصبح 950 جرام. معرفش الحديث بيكش السنجل يقول لك 950 جرام. المتر كله كم سنتي؟ مش سنتي. طب انا اتحداك امرأة التاجر ويرسل الدين متر قماش ان ادهولك متر، اتحداك ايه يا عم؟ يقول لك اصل النهارده كل حاجه كشفت وكل حاجه غلت، فالمتر برضه النهارده بقى 95 سنتي. سبحان مغير الاحوال. ما معنى ان يكون المسلم مسلما وهو يغش الميزان؟ ما معنى ان يكون المسلم مسلما وهو لا يصلي؟ ما معنى ان يكون المسلم مسلما وهو لا يزكي؟ ما معنى ان يكون المسلم مسلما وزوجته سافره عاريه متبرجه؟ ما معنى ان يكون المسلم مسلما وهو يختار الناس ويمشي بين الناس بالنميمه؟ ما معنى ان يكون المسلم مسلما وهو احق لوالديه وعروج الكرام؟ هل هذا هو الاسلام الذي تريدون؟ كلا، لا والله. اذا لابد ان نعلم علم اليقين ان العقيدة هي الاساس، وان صلحت العقيدة صلح البناء كله، وان فسدت العقيدة فسد البناء كله. من اجل ذلك فاني منادي على اخواني من الدعاء ان يبدأوا اولا في هذا العصر، في هذا العصر وفي هذه الايام، ان يبدأوا من جديد بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في بناء العقيدة. لماذا؟ لانني ارى كثيرا من الدعاة يركز على جوانب كما قال اخي الشيخ عمر، على جوانب وينسى الاساس. وبالله عليكم، هل يقول مجنون انه من الممكن ان نرمي هذا السقف بدون هذا الاساس وبهذه الاعمدة؟ ابدا. يا اخوانا، عاوزين نقف وقفة هامة جدا عند هذه الحقيقة، الا وهي ان الرسول صلى الله عليه وسلم ظل يدعو الى العقيدة في مكة 13 عاما كاملة. تخيل 13 سنة كاملة والرسول لا يدعو الا الى لا اله الا الله. 13 سنة
وهو الرسول المؤيد بملك السماء ووحي السماء، ظل النبي 13 عاما كاملة يربي الناس على العقيدة، على معنى لا إله إلا الله، بأوامرها ونواهيها ومقتضياتها وحدودها. ليه؟ لأن لو العقيدة رسخت في القلوب واطمأنت لها النفوس وانقادت لها الجوارح، لأن الإيمان كما سمعنا ليس كلمة تقال باللسان، ولكن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. ما توحد الديان؟ خلي بالك، كلمة التوحيد مش مجرد كلام، ولكن معنى لا إله إلا الله بأوامرها ومقتضياتها ونواهيها وحدودها، لو رسخت تلك المعاني في القلوب لأصبح الإنسان بعد ذلك مهيئا لأن يقيم كل نظام الإسلام بكل جزئياته وتصوراته. عشان كده النبي قال يا رب الصحابة 13 سنة على العقيدة. بعد كده لما الرسول راح المدينة ونزلت آيات التشريعات وآيات المعاملات، قال الله جل وعلا الخير قريب، كانت النفوس مهيئة خلاص، قالوا سمعنا وأطعنا انتهينا ربنا. الربا حرام، سمعنا وأطعنا انتهينا ربنا. ليه؟ لأن العقيدة بنيت، لأن القلب أصبح على أتم الاستعداد للتلقي عن الله. لا يناقش، رسخ في قلبه وفي صدره وفي جوارحه معنى الإيمان ومعنى التوحيد، فأصبح هؤلاء العمالقة الصحابة في غاية الاستعداد لتلقي نظام التطور الإسلامي كله بكل فروعه وتصوراته وجزئياته. نعى الله فانتهوا، وأمر الله فأتمروا، وحج الله فوقفوا جميعا عند حدود الله. هكذا من أجل ذلك تعالوا بصوا إلى أي حكومة من الحكومات الوضعية. لو أرادت هذه الحكومة أن تنهي على جريمة من الجرائم، جريمة الاغتصاب مثلا، جريمة شرب الخمور، جريمة الربا، لو أرادت أي حكومة من الحكومات الوضعية أن تنهي على جريمة استشرت في المجتمع بإعلامها وبطشها وظلمها وجبروتها وقوتها ودعاياتها وبكل ما تملك، لا تستطيع أن تقضي على هذه الجريمة إلا على الظاهر منها فقط، بينما المجتمع بأسره يعيش بهذه الجريمة حيث لا تراه عين القانون القاصر. إنما تعالوا نضرب مثال يقابل هذا المثال حتى نفرق بين الحق والباطل. لو أنك جنديا في الجيش وأصل طابور الصباح وقدمك رتبة كبيرة برتبة مقدم ولا عقيد ولا عميد، وظل يصدر الأوامر والتعليمات، انتبه واقف كذا واقف كذا، لا تفت أحد، لا تفت أحد، لا تحرك، لا لا لا، فمت الثلاثة، وظل هذا يصدر التعليمات. بالله عليكم، بمجرد ما الرجل ده بيدي الناس ظهره ايه اللي بيحصل؟ انتوا نمتوا ولا ايه؟ ما تحرقوا يا رجال. بعد ما الرجل يجي من الظهره اللي يقعد واللي يصنع المنديل واللي يريح شويه واللي وهكذا، تكثر الحرج ويكثر الهرج ويكثر المرض، مشكله ولا ايه؟ طب تعالوا كده نشوف بقى المقابل الجميل المشرق. لو ان الامام وقف الان امام هذا الجمع الطيب واقام المؤذن الصلاه، ووقف الامام ونظر الينا بوجهه وقال اعتدلوا استقيموا، واعطانا الامام ظهره، فهل يجلس منا احد؟ لأننا نراقب الله أصلا ونراقب الله ابتداء، أما أن نراقب القانون فمراقبتنا للقانون قاصرة، لأن القانون لا يرى إلا في حي ضيق وفي مكان محدود. أما لو أننا تربينا على مراقبة الله تطمأنت قلوبنا إلى أن الله لا يغفل ولا ينام. هذا هو الفرق بين أن نراقب قانون السماء وقانون الأرض، هذا هو الفرق بين مراقبة القانون السماوي والقانون الوضعي البشري. لا تظنوا أن قانون العبيد كقانون العزيز الحميد، لا والله. إذا يا إخواني أنا أنادي على الدعاء، وعليكم أولا أن تبدأوا ببناء العقيدة، لأن العقيدة هي الأساس. ابدأوا ببناء العقيدة في غير ادعى المسلمون بأنهم مسلمون، ابدأوا ببناء العقيدة ولو زعم المسلمون أنهم مسلمون، لأننا مسلمين، لأننا مسلمون ببطاقة من الشخصية فقط.
لأن الإسلام كما أقول قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. ثالثا حتى لا نطيل، ثالثا لا بد أيها الأحباب أن نعلم هذه الحقيقة، أنه لن يفرج الله همنا ولن يكشف الله همنا ولن تحن أزماتنا ولن تفرج كروبنا ولن تعود إلينا عزتنا ولن يعود إلينا مسنا ولن تعود إلينا كرامتنا إلا بالصلح مع الله. إننا نحارب الله ليل نهار. الربا، الربا الذي حرمه الله وحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال في الحديث الصحيح الذي خرج البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وأبو داود وغيرهم، قال صلى الله عليه وسلم: جرهم ربا يأكلها الرجل وهو أعلم أشد عند الله من 36 زنية. الربا الذي قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله والله الذي لا إله غيره أعلن الله الحرب علينا. والله هل هناك أزمات وهل تنتظرون أزمات أفظع وأبشع مما نعيش فيه؟ أبدا. أزمات اقتصادية وأزمات خلقية وأزمات في المواصلات وأزمات في رغية الخبز في كل شيء، فماذا تنتظرون يا سادة؟ نقول لكم الربا حرام ولكنهم يحتالون على حلال الله. رحمة الله عليك يا أستاذنا ابن القيم حين قال: إن قلت قال الله قال رسوله هنزوك همز المنكر المتغالي. إن قلت قال الله قال رسوله قال لك ولا التخلف ولا التأخر. يا اخوانا ده القران ربنا ويسلم لك: لا احنا مكذبين بالسنه بس مؤمنين بالقران. طيب ماشي، خليك مع التكذيب لحد ايه؟ باب الطاعه وصلي على المختار. ماشي يا اخوانا انتوا مصدقين بالقران فاحنا معاك. طب في القران بيقول ان ربنا حرم علينا لحم الخنزير، يقولوا ايوه وانتوا عندكم خاء الضحيه، بس ده القران حرم الخنازير اللي كانت في ارض الجزيره لانها كانت خنازير هزيله، انما خنازير اليوم سمينة قوي ليش محرمة، وما أكثر خنازير اليوم. أتحب الله؟ طب يا أخونا الخمر حرام، يقول أيوه ما الخمر اللي ربنا حرمها في القرآن حرام، إننا إحنا النهاردة بنشربش خمرة، أمال بتشرب إيه؟ بنشرب ويسكي، بنشرب شمبانيا، بنشرب بيرة. يا أخونا الربا حرام، قالوا أيوه ما هو الربا حرام ربنا حرمه، إنما النهاردة ما اسمهش ربا، أمال اسمه إيه؟ اسمه فوائد. فوائد البنوك، اسم شهادات الادخار، اسم شهادات الاستثمار ألف وبه وجيم، وأنا قال بأن ألف وبه حرام وجيم حلال، لا أنا من عندي بقول من الألف لحد الياء حرام، مش من الألف لحد الجيم، لا من الألف للياء حرام، لأن النوع الأول والثاني معروف ورمقهم، إنما جيم، وأعتقد إن عالم كبير قال في من أسبوعين بأن جيم لا شيء فيها، ولكن جيم كل شيء من الحرام فيها. ليه؟ لان خلي بالك شهادات الاستثمار مجموعه جيم هي نوع من انواع المقامره، والمقامره محرمه شرعا في الاسلام. بياخد المبلغ بتاعك والمبلغ بتاعي والمبلغ بتاعي وبعدين يحطها على ما يسمى باليمصيب، اليمصيب الشهري او النصف شهري او السنوي او النصف سنوي، اللي يوقع السهم بتاعه على المبلغ بتاعه هو اللي يربح ال 30,000 جنيه و 25,000، هذا ما يسمى بالاسم بالمقامره، والمقامره محرمه شرعا. يا اخوانا ربا ولا فوائد، وهكذا وهكذا. ان كنت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، او كنت قال الصحابه والاولو تبع لهم في القول والاعمال، او كنت قد قال الشافعي واحمد وابو حنيفه والامام العالي صدوا عن وحي الاله ودينه واحتالوا على حرام الله بالاحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى والجهل تلك حكومة الضلال. إذا يا إخواني لابد أن نعلم أنه لا عز لنا ولا كرامة لنا إلا إذا اصطلحنا مع الله، وإلا إذا عدنا إلى هذا الإسلام من منطلق كل لا يتجزأ. الإسلام ديننا دولة، عقيدة وشريعة،
ودنيا وآخرة، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، وأقول بصدق أخزانا الله في الحياة الدنيا. أبناء القردة الخنازير لا تجاوز 5 مليون، هذه الدولة التي لا تتجاوز 5 مليون، ووضعت قنوط المسلمين في التراب وداست على رؤوسهم بالأحذيه. اللي ربنا كتب عليهم الجنة دول أغلونا. وقد سمعت عبارة من أستاذ لي، والله كاد قلبي أن ينخلع لسماعها، قال لي: لقد أذلنا الله في هذه الأيام، لمن كتب الله عليهم الذلة والمسكنة، فهل رأيت يا بني أذل ممن أذله الله للأذل؟ هل رأيتم أذل ممن أذله الله للأذل؟ لا والله، لا ذلة بعد هذه الذلة، ولا هوان بعد هذا الهوان. تركنا كتاب الله جل وعلا وفيه دواؤنا وفيه هدايتنا ونجاحنا وفلاحنا، وتركنا نلهث وراء الشرق الملحد وراء الغرب الكافر، وابينا الا ان نتبع خطاهم شكرا بشكر وجراعا بجراع، حتى لو دخلوا جحر ضد لدخلناه وراءهم كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. مأساة. القرآن، هذا القرآن الذي جعله الله عزنا وجعله الله صلاحنا وجعل الله قيادتنا، ولكننا ابينا الا ان نضيع القرآن، ابينا الا ان نكون كما قال الرسول: يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذا القرآن، هذا القرآن الذي انزله الله على الرسول لسعادة امته بل لسعادة البشرية في الدنيا والاخرة، هذا القرآن انه النعمة الباقية، انه العصمة الواقية، انه الحجة البالغة، انه الدلالة الدامغة. والله ان له لحلاوة، وان عليه لطلاوة، وان اعلاه لمثمر، وان اسفله لمخجل، وانه يعلو ولا يعلى عليه. ما انزله الله على الحبيب ليشفى به ابدا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة، بس المين، إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما بينهما وما تحت الثرى. ما أنزل الله عليك القرآن يا محمد لتشفى به أو لتبقى به بفيك حين تواجه به الناس، كلا. ما أنزل الله عليك القرآن إلا لتقيم به أمة، وإلا لتنظم به مجتمعا، وإلا لتربي به العقول والقلوب والضمائر والأخلاق. ما أنزل الله القرآن ليعلق القرآن على الجدران، أو ليقل النساء بالقرآن صدورهن، أو ليقرأ المسلمون القرآن على القبور، كلا. لينذر من كان حيا ويحط القرآن على الكافرين. هذا القرآن تلك هي وظيفته وهذه هي مهمته، ليقيم النبي به الأمة، ولينظم النبي به المجتمع، وليربي النبي به الضمائر والعقول والقلوب والأخلاق. والله هذا القرآن يوم أن جعلته أمة محمد صلى الله عليه وسلم قائدا يسود ويقود، حولهم من رعاة للغنم إلى قادة لجميع الأمم. فتحب الله رجاله. أنا القرآن الذي ضيعناه يوم أن جعلته أمة محمد صلى الله عليه وسلم قائدا يسود ويقود، حولهم من رعاة للغنم إلى سادة وقادة لجميع الأمم. ولكننا ضيعنا القرآن فضيعنا الله، ضيعنا القرآن فأذلنا الله، ضيعنا القرآن فأشقانا الله، ضيعنا القرآن فأبعدنا الله عن رحمته. فلا بد أن نعلم أن العودة إلى هذا القرآن ليست نافلة ولا اختيارا ولا تطوعا، كلا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن لا بد أن نعلم أن هذه البشرية من صنع الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من صنع الله، ولن تعالج أسوأها ولن تعالج أمراضها إلا بالدواء الذي سوف يقدم لها من يد الله عز وجل. إذن لا بد أن نعود إلى مصدر عزنا وإلى مصدر كرامتنا وإلى مصدر رفعتنا. النقطة الرابعة والأخيرة حتى لا نطيل عليكم، وهي أن طغيان المادة قد طغى على قلوب كثير من المسلمين في هذه الأيام. بعض كل المسلمين طغيان المادة وشهوات المادة أنساه ربه، لأن الحد الذي قال فيه بعض المسلمين لما نروا عن الشيخ ما تعمل لآخرتك، الآخرة إيه؟ وفادت ما أكره؟ شوف الطغيان، شوف الكبر والعناد، أنساهم طغيان المادة الآخرة. وظن كثير من الناس أنهم مخلدون وأنه لا عرق بين يدي الله جل وعلا. وأنا أذكركم وأذكر نفسي أيها الأحباب بأنه لا بد من أن يفكر في يوم سوف نعرض عليه أمام الله جل وعلا، لأن من فكر في هذا اليوم سأل نفسه من الآن عما أقدمه لإسلامي وما أقدمه لديني يليق بكمال الله وجلال الله وعظمة هذا الدين؟ كلا والله، كلا والله، سلستك يا شيخ، ما الذي قدمته لهذا الدين؟ ما هي الغايه والهدف الذي من اجله جعلك الله في هذا الارض؟ لقد نسينا الهدف، وظن كثير منا ان هدفه ان يخرج في الصباح الباكر للعمل، بل ربما ضيع صلاه الفجر وقضى الوقت في العمل، وعاد بعد ذلك ليتناول وجبه الغداء، ثم عاد بعد ذلك لينام، ثم قام بعد ذلك ليجلس امام المسلسلات او امام المباريات، ثم قام في الصباح الباكر وهكذا لولي، وكانه طور معلق في ساقيه. وتجي تقول له ما تصليش ليه؟ لك والله يعني الرك على دهوك، ارجع قوي على قلب، والله لو في قلبه ذرة من الايمان ما ضيع اركان الواحد الديان. تدخله يقول لك ربك ربي قلوب، ام الشيخ والله انا قلبي زي اللبن الحليب، وما دام قلبي مبيض يبقى ما فيش داعي للصلح. واذا جه يصلي ربنا فتح عليه وسمع درس كلمتين كويسين وقال بس من بكره هصلي، يدخل الشيطان معاه يوم واحد صاحبه يقول له ايه؟ لو ما حصلني تبع العموم انتظرني وانا هخطف العشاء واجيلك، هخطف العشاء واجيلك. زي الراجل اللي راح لابو حنيفه عليه رحمه الله وبعدين بيقول له يا امام، قال له ايوه، قال له الحقني، قال له ايه؟ قال له المحفوظه بتحوشتي العم يا ضاعف، انا عين شهر الناس انا عينها فيه. قال له الله، طب انا اعمل لك ايه؟ احنا لا بنقرا رجال ولا بنضرب وجع ولا بنشوف الكف. قال له اتطرح. فالإمام قال له طيب الجأ إلى الله، إن وجد إنك ترجع إلى نادي وتصلي الليل كله لله عز وجل. تقيم الليل إيه؟ كله. الرجل صلي إن دي وقفة. قال والله بسيطة، إذا كنت حوشت العمرة هترجع بقيام ليلة مش مشكلة. وراح الراجل اتوضى ودخل نوى إنه يقيم الليل كله بس بنية إيه؟ إن الليل محفوظ. فدخل فأول ركعتين فقالوا عنه إبليس. قال له اسمع ما تعيش نفسك، المحفظة في المكان الفلاني خذها واطلع وريح. أيوه هيسيبك تصلي ليلة؟ ممكن. سمع الرجل من الصلاة لقى المحفظة فخذها إيه؟ ولا صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر ما صلى ولا صام. خذ المحفظة لا وراح في الفجر للإمام عشان يبشره. فالإمام بيقول له ايه؟ ليه المحفظة؟ قال له ده انا جبتها من اول ركعتين. واحنا كويس؟ من اول ركعتين جبتها. فبكى الإمام عليه رحمة الله وقال: والله لقد كنت على يقين أن الشيطان لم يدعك تقيم الليل لله عز وجل. نسيبك. مش ممكن أبدا. مش ممكن نسيبك.
وقال الشيطان لما قبل الأمر إن الله عادكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخ إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا لا بد أن تعلم وأن تتذكر هذه الحقيقة. كثير من المسلمين قد ضيع أركان الدين. ضيع أركان الدين في الصلاة ولا ربك رب إله. الزكاة ولا عيالي أكلوا الصلاة ولا يعود البيت يحرم عن جامع.